بيبدأ الفيلم بمتسول وهو نايم في الشارع وبيكون اسمه مارفل، وبيجي شخص يهزقه لكن ما بيبانش وبيكون خفي، والشخص ده بيطلب من مارفل انه يشتغل معاه وهيديله أي حاجة يطلبها. بعدها بيمسكه من رقبته بيهدده انه لو خانه أو ما سمعش كلامه هيموته. وبنروح لبيت شخص اسمه جريفن وبنشوفه وهو بيجهز أبحاثه. بعدها بيقوم علشان يعمل المصل، لكن بيجي صاحب البيت وبيخبط عليه علشان عايز الإيجار المتأخر، وجريفن بيسرع في المصل وبيحطه في الحقنة وبيحقن نفسه بيه وبيصرخ من الألم. لكن بعدها بنشوف ان جسمه بيبتدي يختفي، وكل ما تختفي منه حاجة الألم بيزيد أكتر لغاية ما بينجح انه يختفي تماما. وفي اللحظة دي صاحب البيت بيكسر الباب وبيدخل، لكن جريفن بيكسر اللمبة وبيحرق البيت كله. وفي انجلترا سنة 1897 بنروح لواحدة اسمها إيدلين، وبتكون عايشة في قصر وبتقرأ خبر عن الرجل الخفي اللي بيكون راعب الناس كلها في المدن. وبتبص من الشباك وبتشوف مارفل وهو بيجري، وبيبان عليه انه خايف، وبيكون ماسك شنطة فيها كتب وفلوس، وبيروح للمدينة وبيدخل المطعم وبيكون شكله هربان من حد، وبيدخل يقعد وبيطلب أكل وبيأكل بشراهة كبيرة جدا وهو بيقرأ الكتب. وبيجيله راجل يقعد معاه وبيستغرب الكتب اللي هو بيقراها، وفجأة الباب بيتفتح وبيتهبد، فبيكون مرعوب وخايف من اللي حصل وبيبص حواليه، وفجأة في شخص خفي بيهجم عليه وبيضربه في بعض لغاية ما مارفل بيرمي على وشه شوربة سخنة ودي بتأذيه جامد، ومارفل بيضرب الشرط وبيقدر يهرب. والناس لما بتشوف الرجل الخفي بتضرب عليه نار، لكن مفيش حاجة بتيجي فيه. وبنرجع بعدها لإيدلين وبتكون زعلانة وهي بتتفرج على صورة جوزها المتوفي، وبتقوم تتمشى في القصر وبتلاحظ دم على السلم، فبترجع للمكتب وبتجيب مسدس وبتطلع على السلم بحذر وهي ماسكة المسدس، وبيكون أثار الدم على السلم كله لغاية ما بتوصل لباب وبتلاقي المقبض بتاعه فيه دم، فبتفتح الباب وبتلاحظ إن الدم مغرق السرير، وفي شخص بيكلمها لكن مش ظاهر وبيكون عارفها كويس، وهي بتكون خايفة. وفجأة بتلاقي شخص مسكها ورماها على السرير وبيقولها إنه زميلها جريفن وبترجاها تساعده لأنه مصاب. وإيدلين بتهدى لكن برضو ما بتبقاش فاهمة إزاي حصل ده. فجريفن بيقولها إن تجاربه اللي كان بيعملها في الكلية أخيرا نجحت وبقى خفي، وبتساعده وبتعالج له دراعه وبتمسك قماشة وبتقطعها وبتلفها على إيده. وجريفن ما بيكونش عارف إن جوزها مات، ولما بيعرف بيزعل جدا وبيعتذر لها لأنه جاء بعد سنين كتيرة كده من غير ميعاد، وبتسيبه في الأوضة وبتروح تنام. وتاني يوم بتشوف بقع الدم وحاولت تخبيها، لكن بيجي المفتش إيدي وبيقول لها إنهم بيدوروا على واحد عمل مشاكل امبارح في المطعم، والناس كانوا بيقولوا إنه مختفي. فإيدلين بتحاول تعرف أي معلومات منه وبتطمن لما بتعرف إن مفيش حد مات. بعدها بتطلع الأوضة وما بتلاقيش جريفن وبتدور عليه، وبالليل بتلاقيه قاعد في الأوضة وبيقول لها إنه كان برا طول اليوم وبيديها فلوس علشان تساعد نفسها لأن البنك فضله أسبوع ويحجز على القصر. وإيدلين بتكون قلقانة من مصدر الفلوس، لكنها مش بتركز لأنها فعلا من غير الفلوس هتترمي في الشارع. وتاني يوم بتروح للبنك وبتقابل هناك أوكستيد، وبيبان إنها مش طايقاه وبيتريق على السياسات اللي هي عايزة تطبقها، وبيقولها إنه طول ما هو عايش مش هتعرف تنفذ أي حاجة. وبتدخل البنك وبتسدد الفلوس، لكن بيتبقى عليها فلوس زيادة، وبتكتشف إن في حرامي سرق البنك وبتتوتر وبتمشي. ولما بترجع البيت بتاخد جريفن وبتوريله مختبر جوزها، وبيكون جريفن بيدور على حل علشان يرجع ظاهر من تاني، لكن مش هيعرف لأن مارفل سرق الأبحاث بتاعته، ومن غيرها فهيضطر يعمل أكتر من 400,000 تركيبة وده هياخد حياته كلها. وإيدلين بتكون متحمسة وعايزة تعرف هو عمل كده ازاي، فبيحكي لها انه خصص كل فلوسه للأبحاث بتاعته وهو كان بيدور على طريقة يكون فيها حر، وبتكون التجارب بتحقق نجاح. لكن صاحب البيت ما صبرش وعشان كده ما كانش عنده اختيار غير انه يحقن نفسه بالمصل. لكن بعدها كان بيحس بساعة رهيبة لانه ما كانش ينفع يلبس اي هدوم، لكنه ما قدرش يستحمل وشاف محل ودخل واخد هدوم ولبسها، وهو عارف ان الاختفاء حقق له الثروة والسلطة لكنه مش هيعرف يستمتع بيهم. وبعدين بيجي المحقق ايدي علشان يتكلم مع إيدلين، وبيلاحظ انها متوترة وبيسألها ازاي قدرت تأخر مصادرة البنك للقصر، فبتقول له ان اخوها في امريكا بعت لها فلوس لانه شغال في السكك الحديد. وبعدها المحقق ايدي بيلاحظ الجاكيت بتاع جوزها وبيمسكه وبيلاقيه متوسخ وبيقع منه عملة، وبيقول لها ازاي البنك اتسرق وفي نفس اللحظة دي قدرت تدفعي جزء كبير من ديونك، وان البنك اتسرق بضعف المبلغ اللي هي دفعته، وهو عايز يعرف الفلوس راحت فين، وبيكون شاكك انها تعرف حاجة عن الموضوع، وبيديها جوابات ويقول لها انها بتبعت جوابات للبيوت وبتدور على شخص اسمه مارفل، وهي ما بتكونش فاهمة وبتسأله ازاي جاب الجوابات دي، وبيقول لها ان عنده اصدقاء في كل مكان في المدينة. وإيدلين بتلاحظ ان جريفن ماسك حديدة وعايز يضرب بيها المحقق،
علشان كده بتخاف وبتقوم فجأة وبتطرد المحقق من البيت، وقبل ما المحقق يمشي بيقولها انه جالها مخصوص علشان تكون صريحة معاه لانه حاسس انها مخبية معلومات. وبعد ما بيمشي بتدخل تزعق في جريفن وبتقول له انت ازاي تكتب جوابات باسمي وكمان عاوز تقتل المحقق ايدي، لكن مفيش حد بيرد عليها. وبعد فترة بتكون واقفة لوحدها وبتجيلها مارجريت وبتديها رسالة جات لها في البريد، وبتفتح الرسالة وبتكون من صديقها القسيس أوليفر وبيقولها انه عارف مكان مارفل لكن للأسف مش هيعرف يبلغها بمكانه، وان الشرطة دلوقتي حاطة مارفل تحت المراقبة لسبب هو مش عارفه، وانه هيبلغ الشرطة بوصول رسالتها. وإيدلين بتركب العربية وبتروح له وبتترجاه انها لازم تقابل الراجل ده، وأوليفر بيقول لها على مكانه لكنه بينصحها انها تبعد عنه. لكن إيدلين بتدخل تكلمه وبتعرف منه ان جريفن عايز يسيطر على البلد كلها ويتحكم فيها، لكن مارفل احبط كل خططه وبيكون فرحان جدا باللي عمله. وإيدلين بتشوف المذكرات في ايده وبتسأله لو في طريقة تقدر تاخد منه المذكرات اللي معاه، لكن مارفل بيقوم وبيزعق لها وبيقول انها بتساعد الراجل الخفي وبيمشي. وساعتها أوليفر بيدخل وبيبص لها فهي بتجري ورا مارفل لكن بيكون خلاص مشي، وبترجع بيتها وبتحاول تتأكد ان جريفن مش موجود في الأوضة وبتنام. لكن بنشوف ان جريفن كان بيراقبها، وتاني يوم بتنزل وبتسأل جريفن كان مختفي فين، وبيقولها انه مشي ورا المحقق ايدي علشان يعرف هو عارف ايه عن الموضوع، واكتشف انه مش مصدق اي حكايات عن الرجل الخفي. وساعتها إيدلين بتطمن، وبعدين بيحرك الشطرنج اللي هي كانت قايله له ما يلمسهاش لان دي اخر مباراه مع جوزها قبل ما يموت، لكن بنشوف انها عادي بالنسبه لها المره دي. وجريفن بيحاول يقنعها انها تساعده وهما الاتنين مع بعض هيقدروا يحققوا كل حاجه هما عايزينها، لكنها بتلاحظ خبر في الجرايد هو انهم لقوا ويكستيد ميت. وجريفن بيكمل كلامه بيقول انه يقدر يشيل كل العقبات اللي قدامها لكن اهم حاجه لازم يجيب المذكرات بتاعته وهي تساعده في ده. بعدها بتروح علشان تقابل مارفل لكن ما بتلاقيهوش، وبتقابل راجل بيقول لها انه يعرف مكانه لكن هيستفاد ايه، ولما بتديله فلوس بيقرر ياخدها لمارفل وبيوصلها للنفق وبيقول لها تكمل لوحدها وبيسيبها ويمشي، وهي بتكمل جوه النفق لغايه ما بتوصل لمارفل. لكن بنشوف ان مارفل كان عامل لها فخ وفي ناس كتير تحت معاه، وبتقول له انها مش عايزه الفلوس هي عايزه بس المذكرات. ومارفل بيزعق لها وبيقول لها لو جريفن عاوز المذكرات يجي ياخدها بنفسه وما يستخباش وراها، لكن إيدلين بتقول له انها جات لوحدها ومستعده تدفع له فلوس علشان تاخد منه المذكرات. ساعتها مارفل بيضحك وواحد من رجالته بيقرب ناحيه إيدلين وبيكون عايز يتحرش بيها، لكن قبل ما يعمل حاجه بنشوف ان جريفن وصل وبيقتل اول واحد فيهم وبيضرب فيهم كلهم، واي حد بيجي في طريقه بيموته، وبيقول لإيدلين تهرب. وجريفن بيقدر انه يهزمهم كلهم، لكن بعدها بيسند للحيطه وبنلاحظ انه اتصاب. وبعدين بيوصل المحقق ايدي وبيقبض على مارفل، بس مارفل بيقول له ان الراجل الخفي هو اللي قتل الناس ويقدر يسال صديقته. بعدها المحقق ايدي بيروح لها البيت وبتكون معاه المذكرات وبيسالها مين اللي قتل الراجلين اللي في النفق، فهي بتحاول تنكر انها تعرف اي حاجه عن الموضوع. فالمحقق بيطلع المسدس بتاعها اللي بيكون لقاه النفق جنب الجثتين، وساعتها إيدلين بتخاف وبتتوتر وبتقوله انها كانت بتحاول ترجع المذكرات لان مارفل سرقها وفي شخص جه وانقذها، لكن المحقق بيضحك وبيتريق وبيكون عايز يعرف شكل الراجل اللي جه انقذها، لكنها بتقوله ما تعرفش، وده بيضايق المحقق جدا وبيتعصب وبيقول لها لازم تقوله الحقيقه علشان ما يقبضش عليها. فإيدلين بتقوله ان المذكرات بتاعتها هي، فالمحقق بيفتحها وبيلاقي ان فيها كلام مكتوب بشفره معينه، وبيعرض ان عنده صديق بيعرف يحل الالغاز وبيقول ان في كلمه من 7 حروف وهي المفتاح لحل اللغز، وبيستغرب لان هي ومارفل مش عارفين المذكرات دي فيها ايه، وبرغم كده بيقولوا هما الاتنين انها بتاعتهم. فإيدلين بتفكر وبتقول ان المذكرات ملك جوزها لانه كان عالم وكان حلمه انه يكون عضو في الجمعيه الملكيه، وإيدي بيستغرب ان جوزها حاول يعمل تجارب على البشر وهو مقتنع ان المذكرات دي مجنونه، لكنه بيميل انه يصدقها لانها كانت بتعرض حياتها للخطر قصادها، وبيسيب لها المذكرات وبيمشي. وتاني يوم مارجريت بتدخل الاوضه وبتلاحظ ان في حاجه غريبه وبتنزل للمختبر، وهناك جريفن بيخنقها. وإيدلين بتروح للعمده وبتكون فرحانه لان في خبر ان مجلس المدينه هيصوت على اقتراحها، فالعمده بيقولها ان المستشار ويكستيد مات بشكل مفاجئ فاللجنه الغت اقتراحاته، لكن ده مش معناه ان اقتراحك اتقبل. فإيدلين بتساله مين اللي بيعارضها وهي تقدر تشرح له الاسباب، فالعمده بيقولها المستشار هاموند لان هو اللي بيعارضها دلوقتي. ولما بتطلع من عنده بتلاقي جريفن جنبها وبتطمن عليه لانه كان مختفي، وبتساله هو من امتى بيمشي وراها، فجريفن بيقولها انه بيعمل كده علشان يساعدها وان العمده كان بيكتب رساله للمستشار هاموند وبيحذره منها،
وإن هدفهم دلوقتي إنهم يصوتوا ضد اقتراحها، وبيقولها تساعده في إنه ياخد الكتابين التانيين وهو هيساعدها في إنها تاخد الموافقة من المجلس، وبيوعدها إنه مش هيأذي حد. وبتروح الاسم وبتقول المحقق إيدي إنها عايزة تقابل مارفل لأنه سرق 3 كتب مش كتاب واحد، وهي عاوزاهم لأنهم ملك جوزها. وبينزلوا على السلالم وإيدي بيقولها إنه هو اللي هيسأل وهي تسكت. وبيوصل لمارفل وبيسأله عن الكتابين، لكن مارفل بيصمم ان الكتابين بتوعه، لكن المحقق بيقوله ان تعليمه اقل من انه يكون صاحب الكتابين دول وانهم ملك جوزها. فمارفل بيقوم وبيتهم ايدي انه قتله وجاب الراجل الخفي ليه وانها بتساعده. فايدي بيقوله طالما انت خايف للدرجات دي من الرجل الخفي ليه ما تسلمش الكتابين وخلاص. لكن مارفل بيقوله ان لو الرجل الخفي اخذ الكتابين مش هينتهي الموضوع، لكن هتكون مجرد البداية. فايدي بيزهق وبيطلع، وساعتها مارفل بيخاف وبيقوله ما يسيبهوش لوحده مع الرجل الخفي. فالمحقق بيتريق عليه وبيمشي. وبعدين بنروح للبيت وإيدلين بتكون نايمة، وبيدخل عليها جريفن فبتصحى وبيشكرها لأنه عرف مكان الكتابين والفضل يرجع لها طبعا، وبيطمنها إن مارفل كويس وما حصلوش حاجة، وبيحاول يقنعها تنضم له في اللي عايز يحققه. وتاني يوم بتصحى وبتدور على مارجريت، وإيفي بتقول لها إنها سابت ملاحظة في المطبخ إنها راحت لأختها علشان تعبانة. فبتاخد منها الملاحظة وبتنزل لجريفن وبتشوفه فرحان جدا لأن مذكراته رجعت له، وبيقولها أنه بيحاول دلوقتي يعمل علاج للاختفاء علشان يديله قوة أكبر لأنه هيقدر يختفي ويظهر بمزاجه بعد كده. وبيقولها أنها هتبقى معاه، لكن إيدلين بتحاول تقوله أنها مش عايزة تبقى خفية. لكن جريفن بيكمل كلامه وبيقولها أنه هيبدأ النهاردة بأنه يخليها تنجح في التصويت، وبيمشي وبتحاول تلحقه. وبتوصل وبتقابل العمدة وبتحاول تقنعه أنه يأخر التصويت شوية لوقت تاني، لكنه بيقولها مش هينفع والتصويت هيكون بعد الظهر. لكن إيدلين ما بتكونش عارفة تقوله وبتفتكر موت ويكستيد، وساعتها جريفن بيرمي العمدة قصاد العربية وبيقتله. وبتروح الاسم وهناك إيدي بيقولها إن في شخصين عرضوا اقتراحاتها واتقتلوا، وهو مش مقتنع إن ده صدفة، وبيحاول يربط المواضيع ببعض وكل الجثث اللي شافها، وبيقولها أسمائهم كلهم. لكن إيدلين بتتفاجئ لما بتسمع اسم مارفل وبتنزل تشوف جثته، وساعتها بتنهار وبتعترف لإيدي إن جريفن عمل كل حاجة وهو الرجل الخفي، لكنها ما كانتش متصورة إنه يقدر يعمل كل ده، وهي كانت بتفكر في التقدم العلمي بس. وبتقوله إنه بقى مجنون وخطير، لكن إيدي بيقولها رغم إنه خطير لكن هيقدروا عليه، وأهم حاجة إنك تختاري دلوقتي هتكوني مع مين. وإيدلين بترجع البيت وبتاخد الكتب وبتخبيهم، وبتمسك الرسالة بتاعت مارجريت، وساعتها بتلاحظ إن الخط نفسه خط جريفن، وساعتها بتخاف وما بتكونش عارفة تعمل إيه. وبتنزل المختبر وبتفتح باب تحت وبتكتشف إن مارجريت مربوطة، وجريفن بيكون بيجرب عليها التركيبة، وإيدلين بتقرب منها وبتعيط. لكن فجأة مارجريت بتموت، وساعتها إيدلين بتجري وبتكون عايزة تهرب، لكن بتسمع صوت إيفي وهي بتغني، فبتقرر إنها تطلع لها. ولما بتطلع الحمام بتمسك ملاية وبتحدفها على مكان جريفن، وساعتها إيفي بتخاف وبتجري، وإيدلين بتجري وراها وبتفتح لها البيت وبتهربها برا. وبتشوف إيدي والشرطة مستنيين برا وبيديها الإشارة، فإيدلين بتدخل البيت وبتروح لجريفن وبيقولها إن العقبة الأخيرة قصادها اتشالت وهتكسب التصويت، وبيقولها إن مارجريت كانت فار تجارب. وبيحاول يقنع إيدلين إنه بيعمل كل ده علشان يقدروا يحصلوا على القوة، وساعتها بيلاحظ إن في صوت على السلالم، وإيدلين بتحاول تكذب عليه لكنه بيكون عايز يتأكد بنفسه. وأول ما بيفتح الباب إيدلين بتنادي على المحقق علشان يقبض عليه، لكن جريفن بيضربها وبيقلع الجاكيت وبيختفي تماما، وبيتحكم في إيدي وبيخليه يقتل زميله في الشرطة. وبعدين بيهرب وبيجري وراه، وجريفن بياخد الفاس وبيقتل ضابط بيه قدام إيدلين، فبتخاف وبتقفل الباب وبتبص من الشباك وبتحاول إنها تحذر إيدي. وجريفن بيكلم إيدي وبيقول إنه هيساعده إنه يدخل البيت ويجيب له الكتب بتاعته، لكن إيدي بيقول له مستحيل أعرضها للخطر. وجريفن بيهجم عليه وبيضربه وبيكسر الإزاز بتاع الباب وبيدخل، وساعتها إيدلين بتجيب المسدس وبتمسك 3 كتب من عندها وبتقف جنب النار. وجريفن بيدخل الأوضة وهي بتهدده إنها تقتله لو قرب منها، وإنه يمشي وإلا هتحرق المذكرات بتاعته. وجريفن بيهددها وبيقولها إنها لو دمرت أبحاثه هيقتلها، لكن إيدلين ما بتهتمش وبترمي الكتب في النار، وده بيعصب جريفن جدا وبيحرق المكتبة وبيقفل الباب عليهم، وبيقولها إنها كانت ممكن تكون ملكة وتاخد كل حاجة. وإيدلين بتاخد الحاجة اللي حطت فيها الكتب الحقيقية وبتنط من الشباك وبتقع في الأرض وبتقوم تكمل جري. وساعتها جريفن بيطلع وبيقولها إنهم كانوا ممكن يحققوا المستحيل لو فضلوا مع بعض، وكل حاجة كانت ملكهم
وإنه كان هيعمل جيش من المختفين ويسيطر على العالم، وبيهجم عليها لكنها بتضربه بالنار وبيقع على الأرض. ولما بيقع بنشوف إن جسمه بيرجع يظهر بالتدريج، وبيقولها إنه طول عمره كان بيحبها وهيفضل يحبها لأنها كلمة السر بتاعته ومفتاحه. وبيموت، وإيدلين ساعتها بتعرف إن اسمها هو مفتاح اللغز، وبتروح علشان تساعد إيدي اللي بيقولها إن جريفن عمل كل حاجة علشانها، وإيدي كمان بيعترف لها إنه بيحبها وبيمشي. فإيدلين بتكون مصدومة لكنها بتروح تاخد الحاجة اللي فيها الكتب، وبتكون مبسوطة جدا وبتضحك. ودي نهاية الفيلم، وشكرا للمشاهدة.